الرحمة رياض أخيرا. أيوة أخيرا. تسلم. أنا من زمان كنت ناظر هذا اللقاء بس هيك صار على عجل يعني. صح. ما شاء الله عنك متألقة. تسلم. نجمك هذا هو. أنا من زمان يعني. الله يخليك. صوتي. الله يخليك. معجب فيك. Thank you. شو الأجواء اليوم؟ شو محضرتنا؟ محضرة أغاني، محضرة أغاني عراقية، محضرة أغاني عربية، بما أن اليوم الجمهور عراقي خليجي عربي. منتظرة. أنا دائما بدبي أحس في اختلاف بالجمهور، يعني في تنوع جنسيات، يعني دبي دائما هي يقولون هي اللي تستقطب كل الجناسي، فأنت تتوقع أي شخص يعني أي جنسية تكون موجودة، فأنا محضرة للكل أغاني. رحمة، أنت تعبتي لو وصلتي للمكان اللي أنت فيه، يعني بتستحقي بجدارة. تسلم. بتحسي حالك يعني حققت اللي انت ما كنت عم تطمحي له ولا بعد؟ بعد اكيد بعد اكيد بعد اكيد بعد، وبعد فيني اعطي، وبعد فيني طاقه، وبعد فيني اقدر اتعب زياده لاوصل بعد. انا يعني احس دائما اللي عنده احلام بظل طماع، لانه احلامه تكبر 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 وياه. ان شاء الله صرت بلجنه التحكيم، يعني انه يعني عدت على صرت عم تقيم مطربين، يعني انه وصلت لمرحله يعني من انه انت كنت مشتركه ببرامج وهيك الى صرتي انت بلجنه التحكيم. يعني صح، يعني انا ما بقيم، انا بعطي رايي المتواضع. يعني انا خبرتي الفنيه اكتسبتها من والدي، اكتسبتها من وجودي بالوسط الفني من سنين وانا صغيره، فانا بعطي رايي، مش جاي اقيم ولا جاي اقول له انت ما تنفع تغني وانت تنفع تغني. انا جاي اعطي رايي، عجبني صوتك راح اقول لك حلو صوتك، عجبني احساسك راح اقول حلو احساسك، ما عجبني كل ما عجبني. فنان مصطفى العبد الله معي مرتين، طبعا هو انتقد انه انت تكوني بلجنه التحكيم، بعدين قال لي انا يمكن او حاس يمكن اعتذر هو يمكن معي باللقاء، قال لي انا ما كنت قصدي انه انا سيء لرحمه وهيك. فشو بتحب؟ يعني هو يوضح الموضوع بصورة أفضل معي أنا باللقاء. يعني ممكن الإنسان تتغير آراء من فترة لفترة، فعادي طبيعي ممكن يغير رأيه، يكون بالبداية مش عاجبه وعاجبه، بالحالتين يعني مش منتظرة رأي حد. والله برافو. طب غيرك الزواج؟ تغيرتي احاسيسك مشاعرك طبعا حياتي؟ انا اقول لك يعني انا الحمد لله والشكر زوجي الكسندر شخص متفهم، شخص داعم، شخص محب، شخص بيحب شغلي قبل ما يحبني، بيحب نجاحي قبل ما يحبني، والحمد لله احنا في خطى جيده، وان شاء الله يا رب الله يكتب لنا دائما التوفيق ودائما نكون مع بعض يعني ان شاء الله باذن الله. في علاقه بتجمعك بالفنان نصيب زيتون صداقه وهيك، هل حنشوف في شيء ديو مع بعض؟ والله ان شاء الله عم نحكي انا وياه بالموضوع. اي والله حضروا شيء. والله في طبخه بس على الهدى. يس. هي عراقي ولا لبناني؟ والله عراقي. ننتظرها قريبا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب الفنان ادهم النابلسي اعلن اعتزاله. زعلت كثير. ادهم فنان صوت رائع، وخساره صراحه للوسط الفني، لانه فنان وذكي وشاطر ومحبوب ومهذب ومؤدب. يعني انا بنظري الفن رساله حلوه، يعني ما اقدر اربطها، يعني هو حر اكيد بقراره، وإذا هو شايفة أنه هذا قاعد يبعد عن الدين فأنا ما أقدر أعطي رأيي أو أفتي، بس أنا أشوف أنه الفن ما إلى علاقة بالدين، الدين هو داخل بقلبك، يعني علاقتك مع الرب هي بداخلك، مش شرط أنه يعني أبينها، يعني هذا شيء داخلي. أنا بدنا لقاء أطول لأنه بس هلا بدك تطلع عم مصر. بيعشقوك ورا الباكستة. شو التاتو اللي هون؟ You can. أيوة يعني تستطيع، دائما تقدر. واي تاتوز ارت. ثانك يو. زيد التاتو. يس يس. بعد عاجبني احط خريطة العراق، عاجبني احط اسم امي هي تكتبه بخطها. يس. مين مطربة العراق الاولى؟ كلنا. كلنا. عن جد عم بحكي والله من قلبي. كيفهم الجمهور خلي هو يسمي. خلي يسمون اللي يريدوا. انت وشذا. انا ما اشوف.
انا ما بدي اجاوب على هالموضوع. لا 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 خلاص. ايه ماشي ماشي ايه ماشي. انا والله مش شايله، انا مش 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 زعلانه من احد ولا شايله بخاطري على احد. انا شخص مش يعني اعوذ بالله من كلمه اني، بس اني فعلا انسى اللي زعلني. وانا اذا والله واذا الجمهور يشوف اني اولى اصيل اولى شذا اولى، هو حر، الجمهور هو اللي يقيم. اوكي، بس انا لما اعطيت كريدت لنفسي انا بستحقه، انا حابه اعطي كريدت لنفسي حرة. أقول لكم كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله أنا وياك نلتقي ب 22 ونعمل قصص كتير حلوة إن شاء الله وسكوبات حلوة، نعمل لقاء حلو إن شاء الله. كل التوفيق. Thank you. كل لك زو. شكرا.